زين، هسه احنا بهاي الليكتشر الاولى راح ناخذ، يعني راح تكون ليكتشر خلينا نقول خفيفه، مو ليكتشر ثقيله. ما راح ناخذ في شيء كومبليكيتد، ما راح نفوت كلش بالديتيلز على الاشياء اللي راح نحكيها، بس راح يعني انا حطيت هاي الليكتشر حتى تكون كمدخل صحيح للي احنا دريد نتعلمه بالريسبيراتوري ميديسن. اوكي، لان انتم تعرفون هسه احنا الجول يعني اوف انه انتم تقرون الريسبيراتوري تشابتر هو مو انه انتم تروحون فقط تجاوبون ام سي كيوز زين بالامتحان. يعني هو مو فد ماده انه خلاص انا لازم اقرا ولازم اروح اجاوب ام سي كيوز بدون فهم. لا، الريسبيراتوري ميديسن واحد يعني التشابتر مالته وبشكل عام هو ريسبيراتوري ميديسن كلش من العلوم الكلينيكال. يعني راح تلاحظون انه من راح نخلص الكورس ان شاء الله you will be able to conduct and think about the management of respiratory disorders اكثر بهواي مما انه احنا مثلا يعني لما تطلعون من ال خلينا نقول التشابتر مال كارديولوجي او التشابتر مال جي اي ميديسن. ليش؟ لان هذا النيتشي تشابترات كلش خلينا نقول يعني موسعه، بينما البرزنتيشنز اللي بتجينا بالريسبيراتوري ميديسن راح تكون برزنتيشنات يعني تنعد، مو فد شيء كلش كومبلكس. زين، فاحنا حتى نتعلم شلون نفكر اولا لازم نفهم الريسبيراتوري تيستينج شلون دا يصير. الريسبيراتوري تيستينج حتى نفهمه اول شيء يعني تعرفون انسى احنا اي بيشنت دا يجي عنده ريسبيراتوري كومبلينت اول شيء ايش راح نفكر ندزه؟ راح ندزه على تشست اكس راي، صح؟ ممكن في بعض البيشنتس اللي احنا الريسبيراتوري كومبلينت مالتهم صار سيجنيفيكانت ومو فد شيء يعني سيلي، لا هنا انا نبدي نفكر هل هذا عنده اوبستراكتيف بالمينري ديزيز، هل هذا عنده ريستريكتيف بالمينري ديزيز، فممكن ندز على بالمينري فانكشن تيست سبايرومتري. زين، وبالتالي هسه احنا بالليكتشر الاولى راح ناخذ هاي البيسكس. زين، راح تكون ليكتشر سمبليفايد. اوكي، واي هوب يو ويل انجوي ات. زين، اول ما نبلش راح نبلش بالتست اللي كلش مهم واللي لازم نتعلم البيسكس مالته اللي هو التشست اكس راي. زين، احنا بالنسبه ان التشست اكس راي كل يعني كتاب بيفد بروتوكولات معينه لانه شلون تقرا التشست اكس راي. بس احنا لازم نخلي ببالنا انه قبل ما نفوت على شنو الاشياء اللي نباوعها بالتشست اكس راي، لازم اولا نعرف هذا التشست اكس راي هو اي بي لو هذا التشست اكس راي هو بي اي، يعني هل هو انتيرو بوستيريور لو هل هو بوستيرو انتيريور. زين، لانه هاي راح تساعدنا بالايدنتيفيكيشن اوف باثولوجيز. يعني هسه راح افهمكم احنا ليش يوجوالي احنا الاكس راي اللي ناخذه هو بي اي وليس اي بي، ويوجوالي احنا ناخذه اركت يعني البيشنت يكون واقف. ليش ناخذه يعني اركت مو سوباين؟ هسه راح نجي نحكي. ليش ناخذه بي اي وليس اي بي؟ هسه راح نجي نحكي. مو معناها انه الاي بي ما له استخدامات، لا، الاي بي مرات بيشنت احنا ما نقدر نوقفه زين ويعني على اكس راي ماشين وما ادري شو، فممكن هو سوباين ممكن ناخذ له اي بي. مثلا patient دي جينا debilitated ما دي يقدر يتحرك ما دي يقدر يقوم ما دي يقدر يمشي، patient دي جينا trauma زين، ف I won't risk ولا أقدر أصلا نونيس أخذ له PA. فهنا تجي فائدة الـ AP. زين، طبعا أكو فيوات أخرى، أكو oblique أكو lateral، هاي إن شاء الله هي مو views يعني خلينا نقول كلش critical بالنولج مالتكم as undergrad students. زين، بس راح تاخذوها in details بال راديولوجي ان شاء الله. اوكي، which is يعني بصف خامس. اوكي، فاولا لازم نفهم هسه انا عندي هذا الاكس راي ديتكتر. اوكي، هذا البيشنت اللي واقف، نلاحظ انه الاكس راي سورس حتى ياخذ صوره للاكس راي لازم السورس يجي وين؟ يجي على الديتكتر، فبالتالي هو راح ياخذ الاشعاع مال هاي المنطقه. زين،
هنا لو نلاحظ هسه هنا هذا البيشنت شنو واقف من دي يجي الاشعاع مال الاكس راي دي يجي من البوستيرير ودي يروح للانتيرير يعني الاكس راي ديتكتور وين صار صار انتيرير اللي هو دي يروح عليه وليس السورس فهنا هذا شنو نسميه هذا نسميه بي اي بوستيرو انتيرير فيلم بينما لما الاكس راي ديتكتور راح يكون ورا ظهر البيشنت زين لما الاكس راي ديتكتور راح يكون ورا ظهر البيشنت و الاكس راي سورس راح يكون قدامه هنا شنو اللي راح ناخذه راح ناخذ انتيرو بوستيرير هسه اول ملاحظه قبل ما نسولف بعدنا احنا بدنا نحكي بس دايجرامز نلاحظ هنا الرسم هسه هذا ثوراسيك كيج شوفوا الهارت هنا لاحظوا انه الهارت از سمولر بالبي اي ذان بالاي بي واذا هاي تعطينا فكره انه اني ما اجي اسوي assessment of the cardiac size على AP image زين ما اقدر اسوي assessment of the cardiac size على AP image ليش لانه راح يكون falsely magnified enlarged زين بينما لما انا اخذ PA راح يكون with minimal magnification فهي وحده من الاسباب انه why we perform الفيلم PA مو AP انه accurate assessment of the cardiac size زين هتعتبر واحدة من النقاط زين البوينت الثانية هو انه اني من اجي دا اخذ الاكس راي in a posterior anterior manner السكابولا راح تكون rotated out of the way بينما لما اني دا اخذ AP لا السكابولا شنو راح تجي يعني دايركتلي راح تدخل بالفيلد فبالتالي ما راح تخليني اسوي اسسمنت كامل لللونج زونز كلها زين يعني مثلا هسه خلينا ناخذ فد مثال طبعا مو دائما يجي ينكتب على الفيلم انه هذا اي بي ولا هذا بي اي فمرات احنا نستخدم يعني فد كلوز عندنا حتى نعرف بيسيكلي انه هذا الفيلم هو اي بي لو بي واحدة من هاي الكلوز شنو؟ إنه عادة أولاً أول ما نيجي نباوع نباوع على الكلافيكلز زين نباوع على الكلافيكلز بالبي اي chest x-ray عادة الكلافيكلز راح تكون intersecting زين ال upper lung zones زين بينما ال AP راح تكون above أوكي راح تكون above it's not intersecting this is number one Number two, عندنا الاسكابولا. تلاحظون هنا هذا هاي الاسكابولا وهاي الاسكابولا كل شيء مبينة واضحة. هل هي داخلة باللونج فيلد؟ لا ما داخلة. بنلاحظها انه روتيتد اوي هسه احنا بنباع على ظهر البيشنت كانه روتيتد اوي. زين؟ بينما هنا نلاحظ عن قرب نجي نلاحظ الاسكابولا وين فايته؟ فايته مسويت لي مثل الفولس اوباسيتي زين باللونج فيلد. تلاحظون شلون؟ هنا نفس الشيء عندنا مثل الفولس اوباسيتي جايه بنص اللونج فيلد هسه هذا شنو الازعاج اللي بالموضوع الازعاج انه اني لما اكو فعلا هنا اوباسيتي ما راح اقدر اميزها زين لانه السكابولا راح تكون انترسكتنج بنصها زين فاذا هاي وحده من الطرق اللي نقدر من خلالها نعرف انه هل هو اي بي لو هل هو بي اي اضافه الى ذلك انه بالبي اي اني دا الاحظ جس من ورا فدا اشوف انه الريبز دي يصير بيها sufficient inspiration بينما قد ما يتنفس هو بالاي بي ممكن ما راح اقدر احصل على نفس الريب كاونت يصير الانسبيريشن عندهم يعني اقل يعني هو البيشنت عادي ونفس الانسبيريشن بس صوره اللونج تصير اقصر زين مما هي لما دا اخذها اني من البوستيرير اسبيكت واضافه الى ذلك مثل ما سولفنا الهارت زين نلاحظ هنا شلون بالبي اي اتش اس اكس راي راح يكون الكاردياك شادو مو ماجنيفايد بينما هنا راح نلاحظ انه الكاردياك شادو از ماجنيفايد زين وبالتالي هاي وحده او عدد من الكلوز اللي تقدر تساعدنا بتحديد انه هذا الفيلم هو اي بي لو هذا بي اي السكابولا الكلافيكلز الهارت والانسبيريشن اوكي زين بس اضافه الى ذلك وحده من الاشياء المهمه انه we avoid لما احنا ناخذ AP راح الراديشن يصير دايركتلي على البريست بالفيميلز واحده من الاشياء الحلوه بالبي اي هو انه it avoids the direct radiation to the breasts بالفيميل اوكي فهذني الثلاث نقاط انه ليش احنا بدنا نسوي assessment in a PA direction
زين ليش احنا دا نسوي ريكت؟ كلش سهله، لان اني من البيشنت دا يكون واقف الاير راح يصعد فوق، فبالتالي اني اقدر اميز النوموثوراكس بسهوله، بينما الفلويد راح ينزل جوه، فاقدر اميز البلورال افيوجن او اي فلويد. زين بلورال فيوجن، هيموثوراكس، بايوثوراكس الى اخره، اقدر اميزه بسهوله. زين، واضافه الى ذلك اكو شغلات احنا عاده يعني تلاحظون انه هسه احنا مثلا ماخذين صوره زين هنا، يعني هذا البيشنت يكون بي اي واقف اريكت، مدى نلاحظ انه اكو ابنورمال فاسكولاتشر. زين نلاحظ انه الفيسلز طبيعيه حالها حال اي اكس راي. اكو بيشنتس من احنا نحطه ان سوباين مانر، زين ما راح يكون اكو هذا الجرافيتي اللي دي، يعني هذا الافكت اوف جرافيتي على البلد اللي موجود بداخل الثوراكس، زين ان جنرال بداخل الفينز بداخل الارتريز، فبالتالي راح يصير اكو فد بروميننت فاسكولاتشر. طبعا احنا البروميننت فاسكولاتشر هو فد شيء يعني الهواية significant points. زين لما يكون on a supine film، بس لما يكون on لما يكون on an erect film، بس لما يكون on a supine film لا، لأنه إحنا هنا we are neglecting the effect of gravity، فممكن إنه لاحظ يصير أكو abnormal vasculature. فعلى شنو إحنا دندوخ نفسنا ونوقع نفسنا بالخطأ؟ هو نأخذ PA. زين حتى لي يصير يعني mal representation of the blood اللي بداخل الثوراكس وداخل الميديستاينم واللونج بطريقة ما تطلع يعني كلش صحيحة لما أنا داخذ البيشنت داخذ سوباين عن ما لما داخذ إركت. زين فبالتالي كل هاي الأسباب تخلينا إحنا نفضل الإركت فيلم على السوباين فيلم. مو معناها إنه إحنا البيشنت ما نأخذ له سوباين، لا، مرات يجي بيشنت مثل ما قلنا نفس الأشياء اللي ممكن نأخذ له AP، هو يكون عادة debilitated patient، تروما، مدى أقدر أني أحركه، فبالتالي ممكن أنه نأخذ البيشنت يعني الفيلم in an anterior posterior manner AP ويكون عادة سوباين. أوكي زين. أوكي هسه إحنا راح ننتقل إلى نقطة أخرى، أنه أنا أول مدى أجي أقرأ الشيست اكس راي فيلم اكو ثلاث نقاط لازم اني اباوع عليها. هاي ما لها علاقه باي شيء، هاي يسموها تكنيكال فاكتورز. يعني انا اريد اشوف البيشنت لما ماخذ هذا الاكس راي هل واقف صح، هل الاشعاع اللي احنا منطيه اياه اشعاع صحيح، هل البيشنت احنا يعني الانسبريشن مالته دا يكون انسبريشن صحيح. لازم اخلي ببالي هاي الامور. زين فاذا ثلاث نقاط هي ريب، اوكي ار اي بي. ونحن قبل هاي ثلاث نقاط يعني نسيت اقول لكم فتش الله انه اول ما اجي انا اقول انه هاي تشست اكس راي فيلم زين، واحكي على الانفورميشن اللي موجوده عليه. يعني مثلا هذا البيشنت chest x-ray film labeled لولا، اللابلينج عادة انه يكون مثلا مكتوب left او مكتوب right، هذا نكون يعني نعرف انه هذا labeled. زين اكو information على هذا x-ray، يعني مثلا مرات يكتبون هنا انه name of the patient، يكتبون انه at which hospital، مثلا at اليرموك teaching hospital، اسم المريض، العمر مالته، زين الى اخره منها، او date of birth مالته. فعلى الاقل انه انا لما اجي الزم الفيلم، اوكي الزم الفيلم، يعني الفيلم هو اللي تلزموه بايدكم، هاي الاشعه اللي تلزموها بايدكم هاي نسميها الفيلم. زين اي شيء تشوفوه ثاني فهي ايمج. زين يعني تشوفوها باللابتوب، تشوفوها بالموبايل، هاي ايمج. بس لما تلزموها تقولون انه this is a chest x-ray film اوكي belonging to Mr. Flan labeled لولا belonging to Mr. Flan اوكي اللي هو هلقد years old، او هذا البيرث ديت مالته. زين done at فد عياده خاصه او فد سنتر او فد مستشفى الى اخره. زين وش وقت دان هذا الاكس راي، ايش وقت الديت مالته، يعني سويته بيا شهر وبيا يوم وبيا سنه. زين اذا كانت موجوده راح تذكرها، اذا ما كانت موجوده عادي. زين تقولون this is labeled but it has no demographic او يعني it has no information.
زين. هسه بعدين ننتقل الى التكنيكال فاكتورز اللي حكيناها اللي هي الار اي بي. اول نقطه نشيكها هي الار اللي هي الروتيشن. الروتيشن شنو؟ يعني انه المريض واقف بصوره صحيحه، ما مفتر لا يمنى ولا يسرى. شلون اعرف الروتيشن؟ بطريقه جدا بسيطه، زين، بس مجرد انه اني اجي اباوع على الميديال اند اوف ذا كلافيكل من هنا والميديال اند اوف ذا كلافيكل، واحنا نلاحظ احنا هاي السباينس بروسيسز، زين. اذا كانت المسافه متساويه ما بين هاي الاند والسباينس بروسيس وهاي الاند والسباينس بروسيس، اذا معناها اني ذير از، يعني هنا بهذا البيشنت ما عنده اي روتيشن، زين، فاي كان بروسيد الهاي البوينت. اذا لا والله هاي المسافه اقل وهاي المسافه اكبر، اذا معناها اكو روتيشن الجهة الرايت، زين، اوكي، بهاي الحاله الجهة الليفت عفوا. اذا بالعكس لا، راح يكون الجهة الرايت، وهكذا، زين، يعني معناها اكو روتيشن، زين. مرات طبعا تصير بالعكس، اوكي، بس المهم انه اكو روتيشن بالنسبه للبيشنت. بينما اذا كانت ميدوي او اذا كانت خلينا نقول نفس المسافه، اذا ذاتس ات، هاي البيشنت ما عنده روتيشن. ذس از نمبر 1. نمبر 2 اللي هي الانسبيريشن، زي ما قلنا ار اي بي الانسبيريشن. بالانسبيريشن هنا نعتمد احنا مثل ما قلنا قبل شويه، قلنا انه الاي بي فيلم ما راح تطلع بالريبز مثل ما تطلع بالبي اي، مو صح؟ وبالتالي انا البيشنت لما اجي اخذ له يعني اكس راي، لازم اقول له انه يو تيك ذا اكس راي ات فول انسبيريشن، زين. احنا الاكسبيراتوري اكس راي الى استخدامات، بس صراحه الاستخدامات هاي مو خلينا نقول استخدامات كثيرة، يعني مثلا مرات نستخدم إذا كان البيشنت مثلا عنده دنشوك، عنده سمول نوموثوراكس على سبيل المثال، زين، يعني ممكن أنه ناخذ له اكسبيريشن اكسبيراتوري فيلم، زين، حتى نلاحظ أنه إذا كان أكو نوموثوراكس فعلا لو لا، لأن اللونجز راح تكون pushed away. يعني هاي من الانديكيشنات القليلة، زين، أنه إحنا ناخذ اكسبيراتوري فيلم. عادة الفيلم يكون at full inspiration، زين. اذا شلون اعرف انه هذا البيشنت عنده good inspiration لو لا؟ يا اما انه اني اجي اباوع احسب الانتيريور ريبس، زين، او احسب البوستيريور ريبس، اوكي. هسه هذا مثلا بي اي فيلم على سبيل المثال. لو نلاحظ هنا تلاحظون هسه هاي البرومننت ريبس اللي هيك جايه، زين، تلاحظوها هاي اللي هيك طالعه مثل الاقواس، هاي هي البوستيريور. لاحظوا انت تطلع من هناك وده تروح لهناك، ده تطلع من هنا وده تروح لهناك، زين. اذا هاي هي البوستيريور ريبس. انا من اجي احسب البوستيريور ريبس لازم تكون، اذا اريد انا طبعا اقدر احسب هاي واقدر احسب هاي بكيفي. اذا انا مشيت احسب البوستيريور ريبس لازم يكون 1 2 3 4 5 6 7 8 9، زين، اقل شيء يكون 9 اضلاع، زين، لما اني دا احسب على البوستيريور ريبس، اوكي. بينما لما اني دا احسب على الانتيريور ريبس اللي هي تشوفوها هاي، هذا الريب الانتيريور تشوفوه هذا، اوكي، هذا الفينت ريب اللي صار كانما لي قدام بعيد شوي عن الاكس راي، زين، هذا 1 2 3 4 5 6 على الاقل 6، زين، 6 او 7، بس عاده يعني احنا 6 نقبلها، زين، على الاقل 6 انتيريور ريبس، زين. فاذا انا بكيفي اريد احسب على الانتيريور ريبس، اريد احسب على البوستيريور ريبس، اذا بوستيريور اريد احسب فالمفروض 9، اذا انتيريور فالمفروض 6، اوكي. معناها انه هذا البيشنت شنو؟ معناها انه الانسبيريشن مالته از اديكويت. بينما اذا ما يقدر، او اذا البيشنت يعني خلينا نقول كان اقل من هذا، يعني مثلا الاضلاع كانت واصله البوستيرر للسبعه، الانتيرير واصله مثلا للاربعه، اذا هاي ما واخذ انسبيريشن، زين. اذا هذا البيشنت ما عنده ادكويت انسبيريشن، فلازم اعيدها ات فول انسبيريشن، زين. فاذا خلصنا من النقطه رقم 1 اللي هي الار الروتيشن، قلنا هاي كلها تكنيكال فاكتورز، زين. نقطه رقم 2 اللي هي الريب كاونتنج حتى نعرف الانسبيريشن الاي، والنقطة الثالثة اللي هي الـ P اللي هي الـ penetration.
البنتريشن يعني شنو؟ يعني هل الأشعة لما أنا أجيت ودا أخذ الأشعة هل دي يصير يعني المفروض البنتريشن شلون أعرفه؟ المفروض أعرفه بأنه الفيرتيبرال بوديز اللي دا تصير ورا الهارت دا تكون سين جاست سين زين جاست سين مو دا أشوفها كلها بكل التفاصيل لأن هذا معناها أنه over penetration راح يصير. خلي أشوفكم مثلا مثال على over penetration مثال على under penetration. هنا أنا هذا دا نقدر إحنا مو بس بالهارت كل شيء مبين منه اللانج كل شيء مبين منها أصلا أنا دا باوع كأنما على البون مال السباين زين إذا معناها أنه هاي أنا منطي دوز عالية مال radiation بحيث دا تخترق دا تصير over penetrated زين أوكي بينما أنا لما مدى أشوف أصلا السباين أشوف بس كتلة بيضة اللي هي الهارت زين مدى أشوف أي بوني شادو behind it إذا هذا under penetrated زين أنتوا إذا تلاحظون إحنا ليش يعني ليش نحكي على هاي technical factors لأن أنا لما أجي أقرأ هذا chest x-ray أنا هسا أقول إنه هاي opacity وأطلع 100 abnormality وهو الحقيقة يطلع ولا abnormality هنا أنا ممكن أقول إنه هذا والله البيشنت عنده pneumothorax مع ال chest كله متروس air وهو بالحقيقة مو متروس air يعني هذا السواد مو air هذا السواد due to under penetration لذلك السبب هاي هي مو شغلات إحنا نقولها اعتباطا الروتيشن الانسبيريشن الكاونتينج مال الريبس والبنتريشن هذني شغلات مهمة you should check it زين حتى نعرف انه هاي الاكس راي مالتنا مضبوط لو لا اوكي زين طبعا احنا اكو تشيك ليست لل بي اتش اس اكس راي عاده احنا يعني نشيك النيم نشيك الاي دي الايج والسكس والى اخره زين ونشوف هل هو بي اي لو هل هو اي بي ريكت لو سوباين تشيك الروتيشن الانسبيريشن الليبلينج زين بعدين وراها نبدي احنا نقسم الـ يعني قراءه ال خلينا نقول الاكس راي الى انه احنا نقرا مثلا اول شيء نباوع على التريكيا زين حتى نباوع اكو تريكيال ديفيشن لو لا هواي اكو اسباب ممكن تسوي لنا تريكيال ديفيشن ممكن كولابس ممكن شغلات تسحب التريكيا ممكن شغلات تدفع التريكيا زين ممكن كولابس يسحب التريكيا ممكن فت نوموثوراكس يدفع التريكيا او فت هيموثوراكس او بلورال فيوجن يدفع التريكيا زين ممكن فد ثايرويد ماس او فد ميدياستاينال ماس وده تدفع التريكيا او ده تسحبها حسب زين وبالتالي اشيك التريكيال بوزيشن اوكي بعدين وراها راح ابدي اباوع على اللونج فيلد يعني ابدي اباوع من الابكس للهايلم الى 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 ان اوصل للكوستوفرينيك انجل اللي هي جوا زين حقسم الى هاي الابر الميدل اللور زون ابر ميدل لور زون اوكي راح اشيك كل ال 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 الشغلات الابنورمالتيز اللي ممكن نشوف هنا راح اللي ممكن تنشاف هنا عفوا راح اشوف البيشنت هل عنده بلانتنج اوف ذا كوستوفرينيك انجل لو لا هسه هاي كوستوفرينيك انجل نلاحظها طبيعيه وحلوه ولطيفه جدا هسه راح اشوفكم لما نصير بلانتنج بالكوستوفرينيك انجل مثلا بالحالات لما يجمع فلويد زين اكو اي كولابس باللنج يعني هسه راح نجي نحكي اكو اي كونسوليديشن فد وايتش ارياز زين اللي هي قد تكون كولابس قد تكون كونسوليديشن صراحه نسولف شلون زين بعدين وراها اجي تشيك الهارت هل اكو انلارجمنت هل اكو ايش قد الكارديوثوراسيك ريشيو يعني ايش قد نسبه الهارت الى التشست هاي شغلات صراحه بالكارديولوجي وصراحه احنا ما نستخدمها كلش هوايه زين لانه احنا بالنسبه لل يعني النمبر 1 تيست بالنسبه للكاردياك ابنورماليتيز الاستراكشرال هو الايكوكارديوغرام يعني الاكس راي صار فد شيء قديم زين اوكي نباوع على الدايفرام هل اكو elevation of the diaphragm لو لا كل هاي التفاصيل احنا بدنا نقراها اكو مرات يعني بعض الكتب تقول انه you should start to do يعني a zigzag manner يعني ايش تمشي منا ومنا 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 الى ان نشوف complete lung field assessment زين عادياً اكيد راح نشيك البوني landmarks زين اباوع اذا كان اكو اي clavicular thing fracture ممكن أباوع إذا كان أكو أي فراكتشر بالريبس طبعاً هاي تصير ونشوفها دائماً بحالات التعنيف الأسري وهاي ونشوف إنه patient بيجون عندهم fractures of the ribs وهاي يعني فشي outside رأساً لما واحد يجي عنده old fractures of the ribs ويأخذون منه history احتمال يكون consistent رأساً يخبرون social services يعني تصير فد يعني مسألة زين إذن كل هاي هي checklist هاي تكون موجودة يعني للي يحب يطلع عليه بس هي صراحة ما تحتاج هاي التعقيد زين احنا نمشي بالامور سموثلي
زين يعني قلنا هسه احنا ما نحكي على راديولوجي وانا ما نحكي بس كانترودكشن للريسبيراتوري ميديسن. زين هسه انا من دا اجي اباوع على يعني ال 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 يعني لازم افتهم شنو الاشياء اللي ممكن تصير باللونج. واحده من الاشياء المهمه اللي ممكن تصير باللونج بالتشست اكس راي هو انه انا اباوع فد منطقه بيضاء. زين هسه انا هاي المنطقه البيضاء مو رأسا أقمز أقول إنه هاي consolidation، يعني مو شرط إنه تكون بس يعني consolidation رأسا مباشرة أروح أقول إنه هاي consolidation. طبعا consolidation يعني طبعا بأكيد يجي من النمونيا كنمبر one reason of consolidation، زين بس قد يجي من أشياء أخرى، يعني مثلا patient متعرض إلى trauma فرضا، زين ويجي عنده consolidation، ما ممكن إنه يصير هاي consolidation تكون نتيجة لي lung contusion. زين إذا مو رأسا حتى consolidation مو رأسا أقول إنه هاي نموني، لازم أحطها in a clinical context ويا الهيستوري ويا الفيزيكال exam. يلا أجي أنا أحدد، ماكو شيء اسمه X-ray يشخص لي فد مرض هيجي يعني بشكل direct. زين فإذا أولا من أجي أباوع على يعني فد whitish خلينا نقول او فد opacification موجود باللونج فيلد، قد يكون consolidation وقد يكون كولابس. يعني قد تكون انه هاي المنطقه هي consolidated ملتهبه او بها دم او فج، او قد تكون لا والله collapsed. زين زين هسه اول نقطه، هون النقطه اللي تقول an opacity with an ill-defined border الى حد ما منطقيه بس مو دائما. هسه احنا بدنا نحكي على شنو، على الراديولوجيكال ساينز اوف كونسوليديشن، يعني شلون اميز الكونسوليديشن عن الكولابس اللي هو نفس الاتيلايتس تعرفون اكيد. اول نقطه يعني سنجي نتناقش بها ان اوباسيتي وذ ان ايل ديفايند بوردر او وذ ايل ديفايند بوردرز، هذا الشيء ينطبق على موست كونسوليديشنز بس مو كلها. مرات اكو consolidations تجي لا البوردرز مالتها تكون يعني خلينا نقول regular defined، هاي لما تكون ويا الفيشر جايه، واحنا نعرف انه اللونج بيها فيشرز مو صح، هاي الرايت لونج بيها horizontal فيشر وبيها اوبليك فيشر، بينما الليفت لونج بيها بس هذا الاوبليك فيشر. زين فمن تكون من يكون الاوباسيتي او من يصير consolidation ويا الفيشر لا ينشاف هنا كفتشي well defined مو ill defined. هسه راح اشوفكم في الامثله، يعني مثلا على سبيل المثال هنا هسه احنا نلاحظ انه هذا well defined لو ill defined، مبين هذا ill defined زين border ما نقدر نعرف راسه من رجليه، هذا consolidation. هسه راح اشرح لكم ليش، لانه بي نقاط اخرى زين مو فقط انه هو ill defined يعني راسا اقول عليه، مثلا بي air bronchogram. زين هسه بغض النظر عن الايرور هسه راح افهمكم اياه، بس هسه هاي ويل ديفايند لو ال ديفايند، هذا ال ديفايند زين، بينما مثلا هنا انا بيشنت خلينا نفترض وين هنا انا اعطيكم اياها، زين هنا انا this is also a consolidation بس هذا ويل ديفايند لو ال ديفايند، هذا ويل ديفايند ليش؟ لان اتس ان اتس كونتاكتنج ا فيشر. زين فبالتالي هاي المعلومة اللي تقول انه هو an opacity with ill-defined border مو شرط انه تكون دائما تنطبق على كل الconsolidationات، لمرات الconsolidation ما يكون in contact with a fissure لا يصير عنده well-defined edge. زين هاي نقطة. زين بهاي الحالة شلون افرق لها؟ نقطة الثانية اكو air bronchogram لو لا، بس احنا بشكل عام لمن ال 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 برونكاي عادة احنا ما راح نقدر نعرف الاير داخل البرونكاي لما احنا عندنا لونج اعتيادي مو صح؟ زين بينما لما اللونج تكون بحالة consolidation قد يكون نتيجة للنمونيا مثلا، اقدر بهاي الحالة اشوف، لان هي الاير بعد دا يفوت بيها، الاير بعد دا يفوت بهاي المنطقة consolidated، فأقدر أشوف أنه هذا البياض بسوادات نتيجة لدخول الأير بالبرونكاي اللي موجودة بهذا المكان. زين فأسمي أير برونكوغرام، يعني مثلا على سبيل المثال هسه أنا دا أشوف هنا دا أشوف هذا السواد لو ما دا أشوف، دا أشوف هذا سواد هذا سواد هذا سواد، إذن أكو أير برونكوغرام بهاي المنطقة. زين
اكو فد اير برونكوغرام هنا. هذا الشيء ما راح اقدر اشوفه لما اكو كولابس، لما اصلا ماكو، هي اللنج كلها كولابس ما بيها اي اير. زين خلي اشوفكم الاير برونكوغرام بالتحديد وبصوره ادق. مثلا هذا البيشنت عنده كونسوليديشن يعني تقريبا كلش ميجر على الرايت لنج، تقريبا كله حتى على اللفت لنج. زين بايلاترال فتشي يعني احتمال اي ار دي اس، احتمال فتشي. المهم تقدر اباوع انه اكو هنا اير برونكوغرام، بتلاحظون انه اكو اوباسيتي بس اكو سوادات بها، اذا اكو اير بداخله. This is called an air شنو برونكوغرام. فاذا هسه ال ill defined borders، وجود الاير برونكوغرام، هي النقاط اللي صراحه يعني تفصل لي، خلينا نقول الكونسوليديشن عن الكولابس. والكولابس باشياء اخرى بس راح نيجي نتناقش فيها، يعني بشفتات يصير، لان اكو ضغط نيجاتيف فراح يصير شفتات يجي يسحب شغلات. هسه افهمكم يعني. هاي الساين الاخيره هي مو ساين تفريقيه، وانما هي ساين تصير باي شيء يسوي وايت لونج فيلد، سواء كولابس سواء كونسوليديشن ما تفرق. يسموها ذا سيلويت ساين. شنو يعني سيلويت ساين؟ السيلويت ساين يعني انه اجت فد منطقه بيضاء باللونج للسهوله، يعني اجت فد منطقه بيضاء باللونج، قمت ما اقدر اشوف حدود منطقه بيضاء هي اصلا اوريدي موجوده. يعني شلون؟ يعني مثلا انا هسه هاي المنطقه هاي هنا انا الهارت، زين انا دا اقدر اشوف البوردر مال الهارت، يس دا اقدر، ما عندي اي مشكله بيه، تمام. بس لما يصير اكو كونسوليديشن بهاي المنطقه مثلا، زين، او كولابس او وات ايفر، اقوم ما اقدر اشوف البوردر مال الهارت. هاي اسميها السيلويت ساين. مثل ما نشوف وين، مثل ما نشوف سوري هنا نلاحظ انه ما نقدر نميز الرايت بوردر اوف ذا هارت. ليش؟ بسبب وجود هذا الاوباسيتي اللي موجوده بالرايت لور لوب اوف ذا لانج او رايت لور زون اوف ذا لانج، زين، اللي بيها اير برونكوغرام، اللي ال ديفايند ايدج وبيها اير برونكوغرام وبيها سيلويت ساين. اتس موست كونسيستنت وذ وات؟ وذ لوبر كونسوليديشن، ويتش از موست كونسيستنت وذ وات؟ وذ لوبر نيمونيا. زين تلاحظون انه الامور دا تصير اسهل شويه شويه. إذن هسه مثلا خليني اجي هسه هاي حكينا على الاير برونكوغرام. ساكفد نقطه من النقاط انه الكونسوليديشن، هل هو دا يكون لوبر كونسوليديشن؟ يعني مثل ما قلنا دائما نباوع هسه هذا مثلا لوبر كونسوليديشن، اجى بلوب واحد، انه اكو مرات الكونسوليديشن يجي باتشي. يعني هنا بهاي الحاله لا، ما هنا ما اقدر اعرف الباتشي كونسوليديشن هو قد يكون نيمونيا، مو يعني قد يكون اي تيبيكال نيمونيا، قد يكون فايرال نيمونيا. وهي شغلات ممكن تسوي لنا patchy consolidation بالنم، وهي نمونيا أصلا viral نمونيا على سبيل المثال. اللوبر نمونيا فيه البكتيريا العادة. زين وإضافة إلى ذلك ممكن التروما، لما أنا عندي lung contusion يعني كدمات أو تكدم باللونج، زين، أنه ممكن يطلع لي consolidation. زين فممكن نباوع نشوف أنه مثلا هذا البيشنت عنده هنا نمونيا، أو خلينا نقول يعني ما نقول إحنا نمونيا، نقول consolidation بالرايت upper and middle zones of the lung تقريبا of the left lung. اوكي ودنا نلاحظ انه اكو سيلويت ساين، ما نقدر نباوع البوردر اوف ذا هنا الايورتيك ارش، ما نقدر نميزه، ما نقدر نباوع البوردر اوف ذا هارت، الهايلم مو كلش نقدر نلاحظه. لاحظوا هنا نشوفوا هاي شنو، هاي سميناها اير برونكوغرام. اذا ذس از نوت كولابس، this is راسا بس عرفتها، بس باوعت على الاير برونكوغرام اني عرفت انه this is not a collapse case. زين مو اتلاك this is هاي عباره عن consolidation. نفس الشيء هنا عندي patchy consolidation يكون بهاي المنطقه. زين ودا لاحظ هم انا بي اير برونكوغرام، لو تلاحظون هاي السوادات اللي موجوده بي. زين فبالتالي اقدر الاحظ انه this is also consolidation. زين اوكي بينما الراديولوجيكال ساينز اوف كولابس هنا شنو؟ أولاً الكولابس، واحدة من الأشياء المهمة هو أنه المنطقة لما تصير بيضة ما يكون بيها أي يعني اير برونكوغرام. زين ما بيها اير برونكوغرام، ده لاحظ بس أكو سوادات، منطقة بيضة بياض نقي صافي. زين لأن ماكو أي اير دا يدخل بهاي المنطقة. This is number one. Number two، نلاحظ أنه it's well defined. زين
It's well defined. طبعا الكل لابس انتم يعني تفهمون الباثوفيزيولوجي راح تعرفون الساينز شلون ممكن تصير بدون ما تنسوها. كل لابس يعني اكو صار منطقه بها نيجاتيف بريشر، زين منطقه فشيت من اللانج فزيدت النيجاتيف بريشر، فبالتالي الكل لابس يشتغل مثل السكر، زين فبالتالي يبدي يجر، زين يجر الفيشرز اللي موجوده، يسوي displacement of the fissures. يعني مثلا على سبيل المثال هنا أنا هذا الانترلوبر فيشر، this is the oblique fissure مثلا، زين تلاحظون شلون صاعد هنا، هو المفروض هنا هيك جاي، او عفوا هذا سوري الهوريزونتال، سوري مو قصدي الاوبليك، الهوريزونتال فيشر، زين تلاحظون شلون هو المفروض هو يكون هنا، هو صاعد راسا انجر لي فوق. تلاحظون ليش انا دا اعرف انه هذا فيشر؟ لانه this is يعني a regular edge بدها تكون موجوده هنا، زين this is number one. Number two, اكو silhouetting. Yes, اكو هواي من الستركتشرز هنا ما اقدر الاحظها، مثلا هذا الابر بوردر اوف ذا هارت من هاي الجهه ما اقدر الاحظها، اذا اكو silhouette sign. السيلويت sign هل هي تفريقيه؟ لا هي مو تفريقيه. فاذا اولا regular edge، ثانيا دي يكون اكو يعني فت بياض نقي بدون اي air bronchogram، زين اكو بي silhouette sign. النقطه الثالثه هو النقاط السحب. شنو نقاط السحب؟ يعني اولا من دي يصير اكو نيجاتيف بريشر هنا الهيمي دايفرام راح يرتفع، فيصير شنو اكو ابسيلاترال دايفرام اليفيشن او اليفيشن اوف ذا هيمي دايفرام، زين تلاحظون شلون مرتفع عن هذا الطرق مثلين. اكو فد تريكيال شيفتنج، زين ده تنسحب ده تشوفون هاي التريكيا هيك جايه، بس بعدين شوفوا شلون راحت على جهه اليمين. ليش؟ لان هنا اكو فد كولابس صاير، فاكو فد تريكيال شيفتنج. تلاحظون هنا هاي الكارينا اللي هي الانقسام مال التريكي نسميه الكارينا، لاحظوا انه شلون ده يجي ولو مو كلش سيجنيفيكانت بس ده يجي على جهه الرايت، زين. فاذا لما اكو هاي الساينز اوكي، وطبعا اكيد الهايلم نلاحظ انه الهايلم صاعد لي فوق، زين هذا الهايلم اللي هو مكانه المفروض يكون هنا هذا الهايلم اوكي. تلاحظون الهايلم المفروض يكون نص التشست، زي هاي المنطقه اللي موجوده اللي هي بيها مدخل اللانج، الفيسلز اللي ده تدخل اللانج، الفينز اللي ده تطلع من اللانج، وبيها ايضا شنو الليمفادينوباثي اللي ممكن انه تصير هنا بهاي المنطقه، زين الهايلم اوف ذا لانج. نلاحظ انه الهايلم اوف ذا لانج هو يعتبر اهم من فد لاند مارك من الممكن انه احنا يعني نستخدمها حتى نشوف انه صارت elevated، زين اوكي. فمعناها انه هاي this is what this is an atelectasis of the right upper lobe، زين this is an atelectasis of the right upper lobe. هاي حكينا عليها، قلنا انه اكو right lung بيها horizontal fissure، هنا عندنا oblique fissure، هنا عندنا oblique fissure بالleft lung، زين. اذا هنا قدرنا هسه خلينا نجي نحكي هذا شنو وهذا شنو. اولا دا لاحظ انه this is an opacity، دا تصير وين؟ دا تصير على ال right upper and slightly middle زين lung zones اوكي. بينما هنا همين عندنا opacity دا تصير بال right upper lung zone، تمام ما عندنا في المشكلة. هنا الاوباسيتي شبيهة بيها اير برونكوغرام بيها سوادات، تلاحظ هاي الاير فايت هنا، بينما هنا الاوباسيتي شنو؟ هنا الاوباسيتي ما بيها اير برونكوغرام، زين بياض ناصع اوكي، ما بي اي اير برونكوغرام. This is number one او number two. هنا صح هاي ديفايند ايدج، هنا هاي ديفايند ايدج، بس هنا ليش هاي ديفايند ايدج؟ لان لاحظوا الهوريزونتال فيشر باقي بنفس المكان، هذا الهوريزونتال فيشر زين ما مرتفع، بينما هنا لاحظوا الهوريزونتال فيشر وين صاعد؟ مرتفع لي فوق، زين؟ لاحظوا الهيمي دايفرام هنا ما بي شيء، بينما هنا الهيمي دايفرام صاعد النص التشست. هنا التريكيا ما بيها شيء، جايه ميدل، بينما هنا التريكيا شنو؟ رايحه للرايت سايد. اذا هنا عندنا شنو؟ عندنا كونسوليديشن، وهنا شنو عندنا؟ عندنا كولابس، زين؟ اوف ذا رايت ابر لوب اوف ذا لانج. زين. هسه ناخذ مثلا في كيس اخرى، مثلا احنا عندنا هنا هاي همين تعتبر كولابس، وين؟ بالرايت لور لوب. لو نلاحظ هنا زين يعني اول نقطه نلاحظها انه الى حد ما مسويه السيلويتنج وين؟ على الدايفرام، زين مسويه السيلويتنج على الدايفرام، فما اقدر انا اعرف كلش انه الدايفرام مرتفع لولا تريكيا شويه ديفيت، بس هذا لور فمو كلش يجر التريكيا، زين هنا اكو سلايت اليفيشن اوف ذا هيمي دايفرام، بس ما راح اقدر اعرفه يعني لانه شنو؟ لانه البيشنت او لانه مسوي سيلويتنج على الدايفرام، زين؟ ما مسوي سيلويتنج يعني كلش على الهارت بوردر، بس مسوي سيلويتنج على الدايفرام. اكو اير برونكوغرام؟ ماكو اي اير برونكوغرام، منطقه بياض ناصع، ما بيها اي سواد، زين؟ ما بيها اي سواد.
بالتالي وإضافة إلى ذلك well-defined border، إذن هذا شنو؟ أقدر الرأس مباشرة أميزها وأقول إنه this is atelectasis أو this is collapse of the lower of the right lower zone. طبعاً الاتلاكتاسيس إذا واحد يجي يقول زين والميدل، الميدل مزعج إنه يشاف بالAP أو بالPA، صعب وما يتميز ويعني annoying، يحتاج لواحد كلش experienced بقراءة الشيس إكساي يعني يقدر يلوك. طبعا اكو مرات يكون كلش obvious واي واحد من عندنا يقدر يلوك فسهله، بس اكو مرات لا، مرات يكون annoying زين يظل يخلينا نتوهوى. فبالتالي افضل شيء يعني نقدر نميز بيه الميدل الرايت ميدل لوب هو انه ناخذ lateral. هنا هسه كلش باين عندنا انه this is an opacity، ماكو air bronchogram، اكو LD، اكو well defined borders، وماخوذه وين؟ مبينه بالرايت ميدل يعني زون. طبعا ليش احنا الميدل شويه تكون صعبه؟ لان انا من اجي اخذ PA او اجي اخذ AP هي جايه H اوبليك، فاني دا اصور هاي اللونج بالحقيقه، ومن دا اخذ PA انا دا اصور هاي اللونج، هي ما تجي هيجي عدله، فبالتالي تصير صعبه الانتربريتيشن، بينما باللاترال راح تكون كلش سهله. زين هاي بالنسبه للميدل رايت ميدل لوب. زين الليفت ابر لوب كولابس شويه يعني بي عدد من التريكس. زين هي صراحة تريك واحدة مو عدد من التريكس، بس يعني حتى انبهكم عليها. هنا نلاحظ انه هاي منطقة مال opacity، زين ما عندنا فد مشكلة بيها، اكو بيها air bronchogram ما بيها air bronchogram، بين منطقة بيضة بيض ناصع. زين البوردرز مالتها الى حد ما تكون well defined and around، زين border تقريبا، وال يعني ماكو فد significant tracheal يعني shifting أو فد شيء من هذا القبيل، بس أكو elevation of the hemidiaphragm، أو هنا شو نسميها؟ هاي مو elevation، هاي لما تصير مثل الخيمة شو نسميها؟ نسميها tenting of the hemidiaphragm. زين يعني تصير مثل الخيمة، إذا تشوفوها شكلها tented، زين مثل الخيمة، القصد إنه أكو فد negative pressure بحيث سحب الدايفرام لفوق. زين بس أكو فد نقطة مهمة، فد ساين يسموها لوفت سيكل ساين، طبعا اتس جيرمان اوكي، لوفت معناها اير، سيكل معناها راوند، شلون السيكل سيل يعني شيء سيكل من جلي. زين يسموها لوفت سيكل ساين يعني معناها الاير ده يصعد هنا. التفسير ليش اكو اير هنا على الرغم من انه احنا عندنا ابر لوب كولابس، كوبيت في التفسير لطيف، ليش اكو اير هنا العد اذا هاي كولابس وده تنطبق عليها كل قواعد الكولابس وده تسوي لي تنتنج وهي بيضه بيض ناصع والبوردر مالتها ويل وادري ليش اكو فوقها؟ احنا هنا ما عندنا ميدل لوب، احنا هنا عندنا بس ابر ولور، ما عندنا ميدل، حتى نقول انه والله هذا اللوب الابر ما بيشي وهذا الميدل هو اللي مسوي كل، لا ما عندنا. ليش لعد هاي تطلع الاير هنا؟ يعني هذا اللوب المفروض، لانه هاي الاير هنا لانه النيجاتيف بريشر اللي دي يصير راح يجيب جزء من اللور لوب زين يصعد فوق للابكس، اوكي يصعد فوق للابكس. زين فهاي شو نسميها؟ نسميها لوفت سيكل ساين، اوكي لوفت سيكل ساين اللي هو a portion of the left lower lobe expands شنو superior and medial to the collapsed upper، هاي غلط الكلمة lower upper lobe. زين اوكي يجي superior and medial مثل ما نلاحظ هنا، زين فت portion صغير من lower lobe يصعد superior and medial للupper lobe زين اللي هو collapsed، هاي شو نسميها sign؟ نسميها لوفت سيكل ساين زين، which is also a sign that can help us to identify شنو cases of left upper lobe collapse. زين زين بينما left lower lobe الكولابس مال left lower lobe راح يكون بفد شيء كلش واضح او فد يعني ساين هم سبيسيفيك. الساين طبعا هنا هذا اللي تلاحظون مسوي سيلويتنج وكل شيء، الساين السبيسيفيك هنا شنو راح تكون؟ راح تكون يسموها sail sign يعني علامة الشراع. نقوم نلاحظ في مثل الدبل بوردر قبال الهارت، زين هاي sign نسميها sail، تلاحظون مثل الشراع مال السفين، اوكي نسميها sail sign. فمن يشوف هاي sign زين معناها انه شنو؟ معناها انه هذا البيشنت عنده collapse بالleft lower lobe، اوكي فنخلي هذا الشيء
into consideration. زين هسه فد basic things احنا راح ناخذها throughout ال respiratory chapter اللي راح نشرحها. زين بس حتى نعرف فد معلومات بسيطة. احنا هاي اكو obliteration of what obliteration of the cost of frenic angle. لاحظ انه هاي cost of frenic angle يعني هاي مو كل شيء طبيعي هم بيها obliteration. مثلا هنا هاي عندنا cost of frenic angle طبيعية ما عندنا بيها مشكلة هنا طبيعية. زين هنا اكو صار بيها شنو صار بيها obliteration. هذا الobliteration ليش ليصير نتيجة لتجمع fluid. زين نتيجة لتجمع fluid هذا الفلويد قد يكون يعني pleural effusion قد يكون hemothorax biothorax إلى آخره. المهم إنه أكو فلويد دا يتجمع وين دا يتجمع بالchest. فبالتالي لما أنا دا أخذ للpatient X-ray هو دا يكون واقف راح ينزل وراح يتجمع لي جوا. هنا هاي النقطة specific أو هاي الساين لما تصير هيجي دويرة أو تصير blunted okay cost of phrenic angle نسميها meniscus sign. اوكي تصير بلانت نسميها منسكس ساين. اوكي هاي طبعا معناها انه تجمع فلويد. هنا انا كلش واضحه now this is what this is a pneumothorax تجمع مال اير. نلاحظ انه اكو هايبرلوسنسي ده تكون موجوده هنا كلش هايبرلوسنت ما بيها اي برانكيما. واضافه الى ذلك ده نبدي نلاحظ شنو نلاحظ البوردر اوف ذا كولابسد لانج. زين هاي اللانج صارت كولابسد. اوكي فهنا معناه هذا شنو؟ This is a case of pneumothorax. طبعا من يصير اكو tension pneumothorax معناها راح يصير عندنا وياها mediastinal shifting ويصير هذا الكولابس كلش قوي والاير يدي يجمع بكل chest cavity بحيث يدفع كل structures الى contralateral side. طبعا بهاي الحالة ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا obstructive type of shock. زين؟ اوكي فهنا هسه احنا راح نكون خلصنا part 1 of the lecture اللي هو the basic interpretation of the chest X-ray. وراح احنا ناخذ هواي X-rayات throughout the respiratory chapter اللي راح نقرأ. بس part 2 اللي راح يكون شنو راح يكون pulmonary function test. زين هسه خلينا نيجي نحكي على pulmonary function test اللي طبعا يعني نسميه spirometry. طبعا pulmonary function test شوفوا احنا من نجي نريد نسوي assessment مثلا of the heart على سبيل المثال احنا نقدر ناخذ ايكو راح نقدر نعرف السايز اوف ذا فنتريكلز راح نقدر نعرف الاجكشن فراكشن ايش قد راح نقدر نشوف اذا كان اكو فالفيولار ريجورجيتيشن اور نوت. زين فاكو اسسمنت تكون دان ان ا دايركت مانر. زين انما بالتالي يعني اكو شغلات انا اذا اقدر اقيسها دايركتلي. زين يعني اذا اقدر اقيس دايركتلي الاجكشن فراكشن ايش قد. زين ده أقدر أقيس directly ال function of the heart. ده أقدر أعرف chamber size directly. اللونج ما تنطبق عليها هاي الأشياء. فمشكلة اللونج شنو؟ مشكلة اللونج إنه it's very 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 variable. زين between the population بالعالم. يعني شلون؟ يعني مثلا على سبيل المثال أكو variability regarding الهايت. زين يعني أنا من أجي أقيس ال 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 pulmonary function test. طبعا تعرفون هذا من هو؟ هذا اسمه هافثور بيورنسون اللي هو يعني كان one of the يعني world strongest men. أوكي هذا اللي طلع بGame of Thrones. وهنا هاي كانت في فايت قبل فترة يعني هو فاز بي. مهم بس تلاحظون السايز ديفرنس ما بين وما بين الريفري. طبعا this is a normal sized human being. طبعا هذا مو شورت ريفري بالمناسبة. زين this is an average man. اوكي بس هو هذا جاينت. فبالتالي تتوقعون انه هذا الريسبيراتوري البولمونري فانكشن تيست مالته مثل هذا؟ امبوسيبل. زين امبوسيبل انه يكون ذا سيم. فاذا الهايت ديفرنس وبالتالي احنا نقدر نقيس الهايت ديفرنس على كل البشر ايش قد احنا اكو فرق بين اطوالنا كوم. زين this is number one. number two الage. يعني انا من اجي على patient young مثل ما انا من اجي على patient old
وحتى مو بس الايج يعني من نفس الهايت ومن نفس الجندر ومن نفس الريس زين لين الريس همين يلعب دور زين اذا كان يعني افريكان امريكان او يعني اذا كان افريكان او اذا كان خلينا نقول كوكيجن يفرق يس يفرق ليش لان الريس شافوا انه هو البروبورشنز مال البلاك بيبل راح يكون الامبليكس مالتهم شويه اعلى بالتالي الشيست مالتهم راح يكون shorter than the Caucasians بينما اللور limbs مالتهم من البلفس داون راح يكونون أطول من الشنو من الكوكيجنز زين and so they يخلق في difference لأن هذولي اللونج مالتهم راح تكون أكبر هذولي اللونج مالتهم راح تكون أصغر أو chest راح يكون أصغر إلى حد ما طبعا مو شرط زين يعني لما إحنا نيجي ناخذ two of the same weight of the same height of the same everything زين راح نلاحظ بس هما بس أكو فرق بالرئيس مالتهم راح نلاحظ إنه هذا الفرق البسيط زين يعني مو أجي أقارن واحد يعني giant African man with a, يعني a small Caucasian man ما نقدر أوكي فإذا أكو فرق بالرئيس أكو فرق بال height بالجندر يعني الميل يختلف عن الفيميل زين وبنفس الوقت بالايج وبالفيزيكال اكتيفيتي بيشنتس اللي عندهم فيزيكال اكتيفيتي واللو البيشنت اللي هاي فيزيكال اكتيفيتي لو فيزيكال اكتيفيتي منو اللي they will maintain a better pulmonary function test اللي عندهم هاي فيزيكال اكتيفيتي بالتالي كل هاي ساهمت انه البلمونري فانكشن تيست حتى اذا تصير يحتاج انه ياخذون داتا من الاف او ملايين الناس حتى يخلقون فد بروتوكولات احنا نقدر نستخدمها وكلها ما راح تكون as accurate as يعني احنا كلها بيها نسبة من الخطأ زين لما اجي اني اقيس البولمونري فانكشن تيست احنا نستخدم فد جهاز نسميه السبايروميتر زين او السبايروميتر هذا الماشين طبعا البيشنت لازم ينفخ بيها وبالتالي من راح يتنفس وراح ينفخ راح نقدر نعرف احنا بعض الاشياء يعني مثلا خلينا نجي ناخذ الفوليومز اللي موجوده بس احنا من دون نتنفس بالحاله الطبيعيه يعني هيك دون نتنفس التنفس الطبيعي مالتنا الاعتيادي احنا دون نسحب هذا يسموه تايدل فوليوم التايدل فوليوم راح يكون 500 مل اوكي تايدل فوليوم راح يكون 500 مل زي اني من اجي اسحب فوق التايدل فوليوم يعني أنا هسه دا أجيه جداسة إلى أن أوصل للنهاية هذا شو راح نسميه هذا الفوليوم هذا اللي فوق التايدل فوليوم راح نسميه الانسبيراتوري ريزيرف فوليوم يعني إيش قد أنا أقدر أسحب فوق التايدل فوليوم زين كله يعني هاي السحبة كلها أنا إيش سميتها سميتها الانسبيراتوري capacity يعني أنا إيش قد أقدر أسحب بنفس واحد إيش قد أقدر أجر نفس هاي الانسبيراتوري capacity زين بينما إذا أنا تايدل فوليوم ما تيجي تتنفس اعتيادي قلت خلي أذب نفس يعني هاي أنا إيش قد عندي expiratory reserve volume إيش قد أنا أقدر أذب نفس ويا تايدل فوليوم زين يعني بشكل عام expiratory reserve volume إيش قد أقدر أذب نفس جوا ال تايدل فوليوم يعني دبيت التايدل فوليوم ودبيت بعد فوقه فهذا يسمونه الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم زين اذا اني واحد يقول لي اخذ نفس ايش قد ما تقدر وادفع نفس كله يعني اجي هيك اسوي اخذت اقصى ما اقدر ببيت أقصى ما أقدر هنا هذا شنو راح أسميه راح أسميه الفيتال كاباسيتي أوكي فإنه أنا دا أجي إسا أخذ نفس الأقصى شيء وأذبه هنا أنا شنو اللي راح أسميه هاي راح أسميه الفيتال كاباسيتي زين وطبعا إحنا بالنسبة إلنا ال يعني اكو فد شيء باقي باللونج ما راح احنا نقدر نتعامل وياه اللي هو يسمونه الريزيديوال فوليوم احنا حتى لو نذب كل الهواء اللي نقدر عليه من اللونج راح يبقى باللونج مالتنا تقريبا 1500 مو اوف اير هنا هاي الريزيديوال فوليوم زين ف
الريزيجوال فوليوم والاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم هو نسميه الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي، يعني قد انه احنا عندنا ريزيجوال باقي باللانج بشكل عام. يعني طبعا هسه نجي على فد نقطه كلش مهمه، انه هسه انا اريد اعرف ايش قد التوتال لانج فوليوم، يعني التوتال لانج فوليوم معناها ايش قد اني اقدر اسحب، يعني ايش قد الفايتال كاباسيتي زائد الريزيجوال فوليوم اللي موجود عندي، مو صح؟ عادة هي 6 يعني 6 لتر او 6 لتر، بس المشكلة وين؟ مشكلة هسه انا شلون اعرف شلون اقيس الريزيجوال فوليوم؟ الريزيجوال فوليوم خاف يجيكم الام سي كيو هو البارامتر الوحيد اللي ما يقدر ينقاس دايركتلي، ما اقدر اقيسه دايركتلي. زين؟ فبالتالي شلون راح اقدر اقيسه؟ انتوا هاي المفروض اخذتوها وين؟ المفروض اخذتوها بالفيزيولوجي بصف ثاني. اجيب فد غاز اللي هو شنو؟ اللي هو ال من يقول ال هذه ذكره هيليوم. اوكي اجيب الهيليوم، ليش؟ لان الهيليوم it will not be absorbed by the lung، فاحط نسبه من الهيليوم اني اعرف التركيز مالتها واشوف ايش قد الاكسبيريشن، ايش قد راح يتغير التركيز. انا اعرف الفوليوم اللي انطيته واعرف التركيز اللي انطيته واعرف التركيز اللي طلع لي، فبالنسبه والتناسب اقدر انه اعرف شنو، اقدر انه اني اعرف الفوليوم اللي باقي باللانج اللي هو الريزيجوال فوليوم عن طريق الهيليوم. اوكي نقدر نعرف ونحدد الريزيجوال فوليوم، واضحه الفكره؟ زين، فإذا بشكل عام واحدة من الأشياء المهمة ساي هل هي كلها راح تهمنا؟ لا، احنا اللي راح يهمنا بعض النقاط اللي صراحة نسولف عليها. أهم نقطة والشيء اللي أريدكم تركزون به وتنتبهون عليه لأنه هو اللي راح يحل لكم الأسئلة، هو اللي راح يحل لكم الأمسيكيوات إذا أجتكم كيسات وبيها pulmonary function test. عادة ينطوكم التحليل أو القراءة الأساسية بكل هذا function test اللي هو الـ FEV على FVC ratio. أريدكم تنتبهون وياي. أني هسه FEV عندي. شنو FEV؟ FEV هو Forced Expiratory Volume. يعني واحد إجا طاني نفخة قال لي انفخها أخص أسع ما يمكن. أوكي؟ يعني هيك مثلا واحد إجا قال لي أريدك تنفخ بأسرع، يعني اسرع ما يمكن من الماوث مالتك. ايش راح اسوي؟ اسرع ما اقدر انا. هنا انا ايش قد اخذت وقت؟ زين يقول لي ظل انفخ انت يعني الى ان توقف هيك يعني. ايش قد انا اخذت وقت؟ اخذت كم ثانيه؟ زين خلال هاي النفخه. انا اريد الفورست اكسبيراتوري فوليوم اللي دي يكون بالثانيه الاولى FEV1. زين الفورست اكسبيراتوري فوليوم اللي دي يكون بالثانيه الاولى المفروض بالثانيه الاولى هاي بثانيه واحده اني اطلع 80% 70 الى 80% من ال forced vital capacity. زين اللي هو هذا الحجم. اوكي هذا الحجم اللي انا تنفست. اوكي وداريد اذب النفس كله المفروض خلال الاول ثاني انا مطلع فد 80% من هاي الكاباسيتي. اوكي فد 80% منها. اوكي من الفورس vital capacity. تمام. اوكي فاني من اجي اقيس ال FEV1 على ال FVC. اوكي المفروض نورمالي راح يكون الريشيو 70 او 0.7 زين فما فوق. زين المفروض هنا الريشيو لما يكون قليل، يعني اني لما مدى اقدر اطلع هواء بالثانيه الاولى، زين مدى اقدر اطلع 70% من الهواء بالثانية الأولى، لا أطلع أقل من 70%، معناها أنه أنا شنو عندي؟
عندي اوبستراكتيف شنو؟ اوبستراكتيف لونج ديزيز. اوكي؟ معناها شنو عندي؟ عندي اوبستراكتيف لونج ديزيز. هسه مثلا احنا لما نجي نشوف انه هذا نورمال اف اي في 1 اوكي بالثانيه الاولى، لاحظوا انه ايش قد بالثانيه الاولى طلع فوليوم تقريبا 80% او 70% من الحجم هذا من الفوليوم كله، مو صح؟ زين تقريبا 70% او 80%. والاف في سي هو هذا الكامل، ايش قد النسبه الاف اي في 1 على الاف في سي؟ المفروض يكون اكثر من 80%، هنا مثلا 83%. زين زين بالobstructive lung diseases، ال FEV obstructive lung disease يعني أزمة، patient عنده أزمة مثلاً، patient عنده COPD، patient عنده chronic bronchitis، راح نحكي على الobstructive lung diseases بشكل عام أوكي باللكتشرات الجاية إن شاء الله. هنا أنا بهاي الحالة FEV1 على ال FVC زين، أنا ال FEV1 قليل، هو صح ال FVC قليل زين، صح ال FVC قليل لأنه هو obstructive lung disease بشكل عام راح يقل forced vital capacity زين، بس ال FEV1 كلش أقل، فبالتالي الريشيو ده يطلع أقل من 70%. أوكي FEV1 على ال FVC ratio يكون هنا مثلا 50%، بس هو أقل من 70% أنا أعتبره obstructive. بينما بالrestrictive lung diseases مثلا شخص عنده pulmonary fibrosis، سواء واحد يجي يقول يقول زين أوكي أبو pulmonary fibrosis هو مو lung ما تصغير، مثلا هنا عندنا لاحظوا أنه this is the normal lung وthis is the normal lung. هذا patient عنده obstructed lung، لاحظوا obstructed lung شو تصير؟ obstructed يعني hyperinflated زين. بينما الrestricted lung لا، fibrosis مثلا هي تكون أصلا صغيرة. صح باللنج الصغيرة أو لما patient عنده مثلا pulmonary fibrosis أوكي لما عنده lungs صغار صارت، صح هو ال FEV1 مالته قليلة، يعني هنا أنا ال FEV1 3.3 تقريبا ليترز، بينما هنا الاف اي في 1 1.8، بس هنا الاف اي الاف في سي هم قليل، يعني اكو بروبورشنال شورتج، بروبورشنال يعني اكو فد بروبورشن، اكو فد علاقه متساويه، يعني هو صح الاف اي في 1 مالته قليل بس هو الاف في سي اصلا مالته قليل، فما راح يكون هذاك الفرق، فالريشيو يكون نورمال او ايفن هاي، يجوز بعد اقوى، يعني هنا هذا النورمال 83%، بينما هنا لاحظوا هنا ريستريكتيف، بينما الاف في اي في 1 على الاف في سي ايش قد صار 90%. وضحت الفكره؟ سوري هذا البارت نسيت اسجله فراح اعيد اضطر. اوكي هسه احنا من دنيجي على الازمة والكرونيك برونكايتس والانفيزيما زين، هنا أنا هاي كلها شنو؟ This is these are obstructive lung disease، بينما pulmonary fibrosis هو restrictive lung disease، وصراحة نأخذها بال lectures الجاية إن شاء الله. يعني أجي أبغى ال FEV1 قليلة، ال FEV1 هنا أنا قليلة، هنا أنا قليلة، حتى هنا أنا قليلة، ولكن هذني أقل، ليش؟ لأن هذني قلنا obstructive lung disease، فمقاومة الهواء تصير أعلى، زين؟ مقاومة الهواء تصير أعلى. فبالتالي ال FEV1 يعني الهواء اللي يطلع بالثانيه الاولى راح يكون كلش قليل. ال FVC ال Forced Vital Capacity راح تكون قليله بكلهم، بس هنا انا راح تكون اقل، ليش؟ لان حجم الرئه هو اصلا صغيرون. بالتالي من اجي اني اباو على FEV1 على FVC ratio انا راح يطلع اقل من 0.7 اقل من 0.7 اقل من 0.7، وهنا يكون احتمال 0.8 او احتمال يكون اكثر من 0.8 يعني نورمال او ابوف نورمال. ليش؟ لأن قلنا أنه أكو شنو؟ أكو نسبة وتناسب، يعني لما أجي أنا على النورمال أجي أخذ هنا 3.3 على 4، هنا 1.8 على 2، هي هنا هاي أقل من هاي، الـ FEV1 أقل من هذا، الـ FVC أقل من هاي، ولكن الريشيو مالتها شنو؟ ده يطلع تقريبا نورمال اثنينات، بينما هنا لا، أكو ديفرنس بالريشيو، أكو ديفرنس بالريشيو، يعني الـ FEV1 ده توقع أكثر من الـ FVC، فبالتالي ده يصير أكو difference per ratio ده يصير أقل من 70% which is abnormal. أوكي clear as I so far. طبعا الـ total lung capacity تلاحظون أنه دائما بالأزمة، الأزمة يعني
احنا مثل ما قلنا كل الاوبستراكتيف لونج ديزيزز راح تؤدي الى هايبر انفليشن، يعني راح تنفخ اللونج لان الهواء بدا يطلع يصير ترابت انسايد. زين الازمة اقل الاوبستراكتيف لونج ديزيزز من ناحيه ال خلينا نقول الهايبر انفليشن، ولكن من الممكن انه يصير يعني ممكن نورمال ممكن يصير هايبر انفليشن. الكرونيك برونكايتس لا الى حد ما يصير اكو هايبر انفليشن. الانفيزيما اكثر شيء يصير هايبر انفليشن، فالتوتال لونج كاباسيتي نلاحظها بالانفيزيما تكون اعلى. زين بينما طبعا بالتوتال لونج كاباسيتي بالبلمونري فايبروس راح تكون كلش قليل. زين اوكي هسه احنا بالنسبه لنا كريزيو طبعا هذا صراحه اشرح لكم كريزيو فوليوم. احنا بالنسبه لنا الريزيو فوليوم اللي بالازمه ما نفس الشيء، ما يعني هو راح يزداد لانه راح يصير اكو هايبر انفليشن، يعني يتبع اللونج كاباسيتي لانه اللونج يعني تصير اكبر، فبالتالي الريزيو فوليوم اكيد راح يزداد. انا بالكرونك برونكايتس الريزيجوال فوليوم اكيد راح يزداد لان اللنج صارت اكبر، لان اكو بيها اير ترابينج، اكو هواء محبوس بالداخل، هو الريزيجوال فوليوم هو اللي راح يزداد اصلا. زين بالانفيزيما طبعا الريزيجوال فوليوم راح يكون كلش عالي، واكيد الريزيجوال فوليوم بالبلمونري فايبروسس راح يكون شنو؟ راح يكون اقل. ليش؟ لان هو اصلا اللنج صارت صغيره، توتال لنج كاباسيتي اقل، فبالتالي اللنج صغيره، فبالتالي الريزيجوال فوليوم اكيد راح يكون اقل. زين الكي سي او عفوا ما حد راح يسالكم بي، اتس ا كومبليكيتد ثينك. التي ال سي او هنا مهم. زين هنا سي او ستاندز فور وات؟ ات ستاندز فور الكربون مونوكسيد، يعني سي او كربون مونوكسيد. الفيكه وين؟ فيكه انه انا دا اريد اسوي اسسمنت اوف ذا فانكشن اوف ذا لنج من ناحيه الممبرينز، انه هل دي يصير اكو تبادل غازي مثل ما نقول لو لا. شلون اقدر اعرف انه هذا دي يصير لو لا؟ هو احنا المفروض عندنا الفيولس مو صح؟ يجي الارتيريول اوكي وهذا الفينيول، المفروض انه يصير اكو تبادل. احنا ننطي سي او بس بنسبه كلش ضئيله اوكي، ننطي سي او بس بنسبه كلش ضئيله، ما اريد نسوي تسمم له، ننطي فد سي او بنسبه كلش ضئيله وسيف. زين انطينا، ليش انا اعطي سي او؟ لانه راح يصير diffused rapidly، فبالتالي اقدر اعرف اقيس ايش قد انا انطيته، انا اعرف ايش قد نسبه انطيته، واقيس ايش قد بالاكسبيريشن. اوكي اقيس ايش قد بالاكسبيريشن، ايش قد يطلع لي هواء، ايش قد السي او بالاكسبايرد اير. زين هسه لما اكو عندي loss of the، يعني هسه الازمه ما راح تسوي لي اي loss of the surface area، ولا راح تسوي لي فد فايبروسس بحيث انه راح يثخن الالفيولوس من الداخل بحيث ما يصير تبادل غاز. لازم تسوي هيك شيء ما تسوي هيك شيء لازم، فبالتالي نورمال ما لنا علاقه بيه، ديفيوجن نورمال. الكرونيك برونكايتس يسويها ما يسويها الكرونيك برونكايتس، راح يبقى نورمال. بينما المشكله وين؟ المشكله بالانفيزيما والمشكله بالبلمونري فايبروسس، لانه الانفيزيما والبولمري فايبروسس. زين البولمري فايبروسس راح يثخن الالفيولاي من الداخل بحيث ما يصير ديفيوجن بصوره صحيحه. زين فيصير ديفيوجن قليل، فاذا البولمري فايبروسس اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير هو انه اكو ثيكنينج اوكي بالالفيولر ممبرين، فبالتالي ما راح يقدر يصير هذا الديفيوجن. بالإنفيزيما المشكلة أنه ماكو ثيكنينج بالألفيولر ممبرينز، بس ماكو مساحة سطحية، لأنه الألفيولوس تبدي تعبر على الألفيولوس، الألفيولوس تبدي تعبر على الألفيولوس، تتكسر الوالز اللي بيناتهم. زين أوكي تتكسر، فهو كرونيك أوبستركتيف بولمونري ديزيز أو إنفيزيما اللي هي مرحلة متقدمة. زين راح يصير نتيجة لهذا الشيء أكو تكسر، فبالتالي ما راح يفقد الإنسان السيرفيس اريا، فبالتالي ما راح يقدر يسوي ديفيوجن بصوره صحيحه، لان احنا الديفيوجن اوف غازز نحتاج الى سيرفيس اريا عالي. اوكي فاذا بالانفيزيما وبالبلمونري فايبروسس بوث راح يكون الديفيوجن فاكتور راح يكون قليل. اوكي زين هسه يعني ما بقى شيء نخلص ان شاء الله. اكو انتم شايفين هاي اكيد مو صح؟ اكيد انه هاي يعني يسموها احنا ال volume loops. زين الفلو volume loops، ف
يعني هي من الـ من الكونسبتس اللي مزعجة بالنسبة للستودنتس. زين يا ما أدري إذا أنتوا فاهميها أو لا، أو مشروحة بالنسبة لكم بال يعني بالفيزيولوجي أو حتى بالمديسن. لو لا لأنه هي عادة من الأشياء اللي يعني شو نقول annoying بالنسبة للستودنتس، بس احنا راح نسويها كلش ايزي. اولا احنا لازم نفتهم انه احنا عندنا ال volume of the lung هذا، زين هذا ال volume of the lung، حلو متفقين؟ هذا 0 لتر، 2 لتر، 4 لتر، 6 لتر، 8 لتر الى اخره. سوري اوكي بتشوفون الشاشه صح؟ اوكي تمام. فاذا احنا ليش ما نبدي من الصفر؟ هذا الاخضر هو الانسبيريشن، يعني انا لما اجي هذا الانسبيريشن هو هذا الاخضر، زين بينما هذا الاحمر هو شنو؟ الاكسبيريشن. زين انا ليش ما بادي من الصفر؟ لان انا هاي عندي ريزيدوال فوليوم من انا صح؟ احنا عندنا 1500 تقريبا موجوده باللنج، اوكي؟ فانا مستحيل اقدر ابدي من الصفر، زين؟ عندي انا 1500 موجوده باللنج. وليش بدي اوصل للسته؟ لان انا الحد الاقصى مال الرئه الطبيعيه هو سته، زين؟ هذا بالنسبه للانسبريشن. بالاكسبريشن عاده اكو فد رابيد رايز فيز اللي هي عاده تصير افورت ديبندنت، يعني تعتمد على الافورت مال الشخص نفسه، الضغط مال الشخص نفسه، زين؟ لما ينفخ او لما يطلع الهواء، زين؟ واكو اللينير فول، اوكي؟ اللي هو افورت اندبندنت. هنا هذا يعتمد على شنو؟ على الالاستيك ريكويل. يعتمد على الالاستيك ريكويل، زين؟ يعني شنو؟ يعني بالله هسه احنا شلون نقدر نعرف زين من خلال ال flow volume loops شلون أنا أقدر أعرف إنه والله هذا عنده obstructive disease لو هذا عنده restrictive disease؟ هي شغلة مو معقدة أبد. زين أولاً أجي أباور، أول نقطة أنا هاي الحد الطبيعي مالتي مو صح؟ هذا الأخضر والأحمر. زين أنا بالobstructive lung disease إيش قلت؟ مو قلت إنه بالobstructive lung disease يصير اكو hyperinflation of the lung؟ مو قلت انه يزيد التوتال lung، تزيد التوتال lung capacity؟ فاذا يصير وين الشيفت؟ يصير الشيفت. مو قلت انه يزيد الريزيدوال فوليوم؟ اذا الشيفت يصير to the left. زين لاحظوا انه الريزيدوال فوليوم مالتنا ايش قد صار؟ صار لترين او ثلاثة التر تقريبا، زين صار التوتال lung volume وصلت ل 8 لتر او اكثر. inspiration ما راح يختلف هواي، هذا صار inspiration. زين بالexpiration قلنا اكو هاي الفلو اللي بيصير بهاي المرحلة هي شنو؟ هي effort dependent، فعادي ما عندي في المشكلة هنا. بس الفلو قليل، تلاحظ الفلو، نلاحظ الفلو ايش قد؟ فلو 4 قليل مقارنة بشنو؟ مقارنة بالفلو اللي كان باللنج الاعتيادية. ليش؟ لان اكو مقاومة للهواء. زين اما اذا هاي احنا يعني effort dependent وهو قليل، لعد لمن احنا نعتمد بس على الالاستيك ريكويل ايش كده راح يصير؟ راح يصير كلش قليل. فلذلك يصير شنو؟ يصير concave upwards. فبالتالي وين متباعون؟ فد pressure volume او فد flow volume loop تكون shifted to the left، زين، وتكون أقل من الحد الطبيعي، وتكون بيها هاي الكونكيفيتي اللي هي لأنه هاي الأفورت إندبندنت فيز، زين؟ فإحنا ما نقدر نعتمد، يعني بدنا نعتمد بس على الإلاستيك ريكويل، هو أصلاً أكو مقاومة عالية، فبالتالي هيك راح تخرط، خلينا نسميها، زين؟ هنا أنا this is what this is an obstructive lung disease، زين؟ بينما بالعكس الريستريكتيف بالعكس راح كلش تقل، زين يعني اللونج فوليوم راح يكون اقل
زين الفلو راح يكون اقل واللونج فوليوم راح يكون هو ان جنرال اقل، ما جاي من الستة جاي اربعة ماكسيموم، بس هو ما بيشي يعني طبيعي لما اجي طبيعي ما عندنا اي مشكله بالموضوع. وضحت الفكره؟ فاذا هاي شفتت تو ذا رايت، ذس از وات ذس از ا ريستريكتيف لونج ديزيز. اوكي اوكي هسه احنا عندنا ذا لاست بارت زين اوف يعني ذا ليكتشر اللي هو راح نحكي بيه بس على مبادئ بسيطه جدا من الارتيريال بلاد جاس اناليسيس، لان صراحه الارتيريال بلاد جاس اناليسيس هي تحتاج الى يعني سيبريت ليكتشرز زين، في تو ليكتشرز ات ليست حتى اوكي. هسه اذا راح نجي نحكي على بارت بسيط من الليكتشر، لانه صراحه اللي هو الارتيريال بيسك بوينتس فيري بيسك بوينتس اباوت الاي بي جي اللي ممكن انه احنا نشوفه. يعني صراحة الـ ABG احنا اذا نريد ندخل بالتفاصيل محتاج انه نحكي اولا ويل رينال ميديسن زين، بلس انه يحتاج الى at least for two lectures حتى نقدر نغطي كل الـ يعني هنقول things اللي من الممكن يعني هي في science واحدة نقدر نعتبرها زين. بس خلينا ناخذ في basic principles عليها. اولا الـ ABG ممكن انه ينقاس بهواية ماشين، اكو ماشينز تنحط زين، اكو في شيء يسمونه بي او سي تيستينج ديفايسز، شويه هاي يعني تكون بورتابل بس يعني اكسبنسيف الى حد ما، اللي هي يسموها بوينت اوف كير زين تيستينج ديفايسز، راح تطلع الورقه مالتها هيجي زين. يعني تخيلوا اكو بلدان انه هاي موفرتها بحيث تكون بيد سايد زين، بحيث احنا نقدر نعرف اللاكتيت، نقدر نعرف البلد جاسز، يعني كلها بيد سايد تيستينج زين. يعني هاي فد شيء همين حتى انتم يعني هنقول تفتحون عقلكم تشوفون انه شنو اللي موجود بالعالم. احنا بالنسبه لنا البلاد او الارتيريال بلاد جاس اناليسيس راح يشمل او انه اول شيء احنا عندنا البي اتش زين. البي اتش مالتنا طبيعي هو من يعني 7.35 الى 7.45، فاحنا اول نقطه نسويها حتى نعرف انه هاي اسيدوسيس لو الكالوسيس زين، ما لنا علاقه بالفينوس بلاد لان احنا نحكي على ارتيريال بلاد جاس زين، هو انه احنا نقيس ال pH. فال pH اذا كان اقل من 7.35 معناها انه this is what this is acidosis. ال pH اذا كان اكثر من 7.45 this is what this is alkalosis زين. هنا هسه نجي احنا بالacidosis نريد نعرف انه ال bicarbonate levels you get زين. يعني ممكن ايضا نقدر نحدد الاسيدوسيس او الالكالوسيس من البايكربونات ليفلز زين. يعني على سبيل المثال انه احنا عندنا البايكربونات ليفلز الطبيعيه هي من 22 الى 26 ملي ايكوفالنت، فاذا كانت اقل من 22 ملي ايكوفالنت اذا ذس از وات ذس از اسيدوسيس، يعني معناها ماكو بايكربونات بالدم، ماكو فشي الكالين. اذا كانت اكثر من 26 اذا معناها شنو؟ هاي الكالوسيس زين. ال PCO2 لما نقيسه بالدم عندنا النسبه مالته ما بين 35 الى 45، اذا PCO2 عالي فوق ال 45 اذا this is what this is acidosis، اذا PCO2 قليل يعني جو ال 35 PCO2 اللي هو يعني كربونيك اسيد نقدر نقول همين راح يصير زين، فاذا قليل معناها انه alkalosis زين. اذا هسه شنو الحكمه؟ شلون اني اعرف انه هذا يعني بس حتى يكون فد شيء كلش سمبليفايد، احنا ماني مثل ما قلت لكم ما اريد ادخلكم بتفاصيل اي بي جي، بس اكو نموني كلش حلو نسميه روم. روم هو ار او يعني ريسبيراتوري اوبوزيت، يعني انا من اجي اشوف مثلا على سبيل المثال البي اتش عالي زين، بي اتش عالي اذا معناها شنو؟ اذا معناها انه اكو عندي الكالوسيس، اذا البي سي او 2 ناصي اذا معناها هذا ريسبيراتوري الكالوسيس زين. ال pH ناصي اروح اباوع ال PCO2 عالي اذا معناها شنو؟ اذا معناها acidosis respiratory acidosis respiratory acidosis، يعني اللانج ما تشتغل بحيث ما تطلع ال CO2 بحيث يعني يصير اكو CO2 ليفل عالي بحيث يصير اكو PCO2 عالي. فاذا الريسبيراتوري ال pH وال PCO2 زين
pH will PCO2 ويكونوا شنو؟ RO respiratory opposite. بينما الميتابوليك كوزز تكون equal. زين؟ يعني pH ويا منو؟ ويا الميتابوليك اللي هو HCO3. إذا pH عالي والHCO3 عالي then this is metabolic alkalosis. إذا pH قليل والHCO3 قليل إذن نبين هذا شنو؟ هذا metabolic acidosis. وضحت الفكرة؟ أوكي؟ فراح نخلي هذا شنو؟ هذا شيء into consideration. وضحت؟ هاي بس حتى نعرف إنه الأسيدوسس أو الألكالوسس هل هو metabolic؟ لو هل هو respiratory؟